السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. اليوم غادي نشارك معكم الغذاء اللي غادي نطيب اليوم مع العائله، وما تدوزوش شيوات، فرحوا بينا ولهم الشكر، جزيل الشكر. كنشكرهم بزاف الحمد لله. ايوا اليوم نوبتي، قالت لهم انا اليوم الغذاء، واخا ما بقيتش ضيفه، انا جالسه في دارنا. هذا هو الغذاء اللي غادي نشارك معكم. انا كنحاول ندير الخضار وندير ماكله شويه صحيه. يلا شوف شتك عطيها كتاكل. يلا زيد، يلا تبارك الله. باش غادي نبداو؟ يلا زيدو نحطو، يلا على بركه. يلا تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل. السلام عليكم. كيف قلت لكم اليوم انا هاد الايام راه كاينه في دارنا، دار الوالده الله يخليها ليا. غادي نصوب اليوم الغداء. انا اللي دايره الغداء اليوم، جبت الكوتليت، انا جبت ليها حقها من الضحيه، خبيته حتى جبتو ليها. انا جبت ليها الكوتليت هذا ديال اللحم ديال العيد مازال. هانتوما غادي ندير نصوب الكوتليت طيب في الكوكوت بلا ما، باش كيجي طيب وطري، حيت ديما الكوتليت ملي كنشوه كيجي شويه عصير او قزح. غادي نديرو في الكوكوت. اول حاجه غادي نشرمل هذا الكوتليت باش يتشرب لينا الشرموله ديالو باش يجي بنين اكثر. عندي هنا كميه ديال البصل، هانتوما غادي نهرشي البصل ديالو نوزعها في العشوه. دابا غادي نصوب الشرموله اللي غادي ندير الكوتليت. هنا البصله هي شلطتها، جوج بصلات غادي يكون كبار، الملح الكافيه، شويه ديال البزار تقريبا معلقه صغيره. انا ما كنديرش فيه بزاف ديال المكونات هذا الكوتليت. انا شويه القزبور والمدنوس، شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده، شويه ديال القزبور اليابس، الكمون ما غاديش نديرو دابا، غادي نخليه حتى يطيب الكوتليت. بسم الله. انا عموما درت كلشي في هذا البانيو باش يتمارينا ليا مزيان. كندير الكوتليطات هنا ونلبسو مزيان هذا القامه هاد الشرموله. بعد ما درت ليهم الشرموله غادي نغطيهم، انا اليوم غير بالتبسيط، نخليهم جانبا وندوز ندير القامه للكفته، لان درت ليهم انا اليوم المشاوي. دابا غادي نوجد الشرموله ديال الكفته. الكفته تاع هي كندير لها واحد الشرموله سبيسيال باش تجي رطبه ما تجيناش قاصحه. اول حاجه غادي ندير البصله، كلشي غادي نديرو في العشوه على حسب الكميه ديال اللحم، غادي نديرو حتى الشرموله. انا هنا درت البصله متوسطه. هنا هادي الفلفله، اما فلفله صغيره او نص فلفله كبيره، انا عندي كبيره. الدريسات ديال الثوم ثلاثة، مطيشة عندي واحد مطيشة متوسطة، كنحاول نقص ليها شوية الزريعة باش ما ديرش ليا الماء كثير في الكفتة. وهنا اللي مميز هو اللوز، ها هو غير الكميشة ديال اللوز أو الكاجو إلا كان عندكم. صافي غادي نطحن هاد المكونات كلهم. هادشي المكونات هما طحنو، غادي نكبهم على الكفتة الطريفة كما طحن، نحيدو وغادي نزيد دابا التوابل. هنا غادي ندير القزبر والمدنوس حيت انا موجود عندي في المجمد، الملح الكافيه، معلقه ديال القزبر اليابس، معلقه الكمون، تحميره معلقه كبيره، هذه كتبان لكم شابه حيت هذه بلديه، هذه ديال بيو، شويه ديال سكينجبير. صافي هادو هما التوابل اللي غادي ندير. غادي نخلط كلشي مزيان،
غادي نستعمل يدي باش الكفته ديالي تنسجم مزيان. وواحد المكون كنزيدو شي ورقه ديال النعناع. انا غادي نشوف واش كاينين عندنا هنا في الدار. دائما الا كندير المشاوي ضروري نديرو السلطات او الخضر. اليوم السلطه ديالي غادي تكون طايبه. هنا في الطنجره غادي ندير شويه ديال الزيت، زيت المائده او زيت الزيتون. هانتوما هز شويه الكاميرا الفوق، شتو السلطه ديالي مناش مكوله، كاع الخضر اللي عندي موجوده في الثلاجه واش درتها. القرعه خضراء، خيزو، عندي هنا البصله، فلفله خضراء، اللوبيا، ليشو، كلشي قطعتهم رقيق. غادي نجيب فيهم خصهم يتشفرو ويسترخاو لي، عاد غادي نزيد الحوايج الاخرين، الخضر الاخرين اللي عندي اللي بغيا طيبين. خصوصا عندي هنا الشامبينيون رقيتو هنا في التلاجة عند ماما، غادي نزيدو في الطاولة. دائما باش طيح لينا الخضرة دغيا نزيد ليها شوية ديال الملحة، الملحة ديالها. غادي نوقف العافية شوية، نغطي ونخلي الخضر يعرقو باش دغيا يطيب. قبل ما ننسى عندي هنا التومة، ضروري التومة أنا كنديرها في الطبخة ديالي. واحد ثلاثة بطريفات التومة، وهذا الشامبينيون واق لقيتو في التلاجة عند ماما، غادي نديرو الشامبينيون الكحل كيبغي يطيب كثر من الشامبينيون ديالي. يعني أنا بالنسبة ليا كنبغي يطيب ويطيب. كنديرو الكيمياء اللي عندكم باش كتكون هاد السلطة آسيوية شيئا ما. يعني كنخليها أنا تتشحر شي شوية باش تطبطب ليا، عاد غادي نزيد المكونات الأخرى. نطلعو على الطنجرة ديالنا، شوف الخضيرة تاهوما شهابو طابو، الله يجعل البركة. يلا غادي نديرو شوية ديال السكينجبير، إلا كان طري كيجي زوين في الوصفات الآسيوية. شوية ديال البزار، أنا كندير داكشي اللي موجود هنا عند ماما. نقليو باللي كاين. صلصة الصوجة، كاين اللي كيقول لك ماشي صحية، ولكن صلصة الصوجة ضرورية في الوصفات الآسيوية. الملحة راه درتها، دابا غادي نمرق، لأنني غادي ندير معاها هنا كيكون عندنا الإختيار، نديرو الروز، نديرو المعجنات. أنا عندي المحمصة بس غادي نديرها، عندي هنا المحمصة. تقريبا ربعة، أنا عندي هنا باكية صغيرة، ريحتها هي كتجي كتنفخ كتولي لنا بحال الروز. ودابا المرق غادي نغطي بالماء، صافي غطيت عليها بالماء ونخلي المحمصة طيب، الماء الخضرة راه طابت. ونرجع لكم بعد ما طيبت الشلاضة أو السلطة هي الأولى، عاد نطيب دابا اللحم باش ملي طيب تبقى ما نعاودوش نسخنوها. أنا كنقول ديما الحاجة طيب مرة وحدة وتحط. أول حاجة كندير قطيرة ديال الزيت ندهن بها الداخل ديال الطنجرة، ندهن طنجرة الدار، ونحط داك الكوتليت اللي هو كلشي هو طرقد. هانتوما بدا تيطلق داك الما ديالو، هذاك الما راه ما غاديش نضيعو، هو اللي غادي نطيب فيه اللحيمات. نحط كلشي اللحيمات في الداخل ديال الطنجرة، نديرو شي فوق شي، ماشي مشكل. بسم الله، هانتوما وهداك الشرمولة نزيدوها. طيبوها غير في داك الماء اللي تلقات اللحم مع شرمولة، صافي. غادي نسد على طنجرة الضغط، غادي نسد عليها ونخليها طيب بلا تي انا نقد بعد هاد الطنجرة. صافي غادي نسد طنجرة الضغط ونخليها طيب الوقت الكافي. من بعد ما تصفر دور الصفارة غادي نقص العافية. واحد اللمسة أنا ديما كنزيدها في الكفتة لي واحد شي وريقات ديال النعناع، ماشي بزاف غير شوية. دابا عندو تقريبا شي ربعة الوريقات في الكيلو ديال الكفتة.
كيعطي واحد النسمه واحد الانتعاش مميز. هاد الكفته انا غادي نكورها، غادي الكفته انا بغيت نطيبها في الفران، ما غادي نقلي ما والو. هنايا البلاكا ديال الفران دهنتها بالزبده، وغادي نكور هاد الكفته صبيعات نحطها ونطيبها في الفران، كتجي صحيه وكتجي بنينه احسن. من بعد ما كيطيب الكوتليت عاد كنزيد ليه شويه الكمون. ثم الطبق ديالنا هو ديال الكوتليت والكفته اللي كيهم مشاوي بلا فخر، وكله صحيه بلا قوه، بلا ليدام، بلا قوه التوابل. وطبعا هاد السلطه ديالنا حتى هي صحيه شيئا ما. الفريت، الفريت هذا في الاير فراير او في الفرن، حتى هو ما قليتش في الزيت. هذا هو غدانا اليوم اللي شاركت معكم واللي غادي نشارك مع العائله احنا هنا في الصويره. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه وينقرا الجرس يوصل جديد، حطوا اعجاب وحطوا تعليقات ديالكم. اش شفت كان هنايا اللي جيتي لداركم وليتي مبرعه في الشيء؟ هذاك الباب سد الكوزين. ايوا ضروري خصهم يدقوا من يدي، ضروري حتى هما عرضوا عليا حتى هما وداروا لي الشهيوات، وحتى انا نوبتي اليوم الشهيوات ديالك ندير اليوم اللمسات ديالي. الله تبارك الله عليك. يلاه بالصحه والراحه.